تتعرض العملية التربوية لمجموعة من التحديات التي يجب مواجهتها وإيجاد الحلول لها، كالزخم المعرفي والتطور الهائل في مجال الاتصالات وثورة التقنية والتي لها دور كبير في سرعة انتقال المعرفة، وكل تلك الأمور تعتبر من العوامل الموجبة للتغيير والتجديد. ولذلك كانت تكنولوجيا التعليم حاجة ملحة، ونظرا لهذه الأهمية فقد تسابقت مؤسسة التعليم للتحسين الإيجابي وتوفير الوسائل المفيدة التي تساعد الفرد على زيادة علمه بكل سهولة ويسر. وسنتناول بعض أبرز تلك التطبيقات التي أنتجتها لنا التقنية الحديثة لتطوير العملية التعليمية. برنامج تيتشر كيت، تطبيق يعمل على الأجهزة الذكية، يحتوي على مجموعة من الأدوات التي تساعد الأستاذ في إدارة العملية التعليمية وتنظيم السجلات وأداء المهام المتعلقة بالحضور والغياب ومتابعة المشاركة والتفاعل للمحاضرة. برنامج سايد شارك من البرامج المميزة جدا في عرض ملفات الباوربوينت على الأجهزة الذكية، حيث يقوم بعرض عروض الباوربوينت على الجهاز بدون أي اختلاف في عرضه عن الحاسوب. برنامج سوبر نوت، برنامج يتيح للأساتذة تدوين الملاحظات المكتوبة وكذلك تسجيل الصوت والتقاط صور ثم إضافتها إلى ملاحظاتهم، ويتم التمييز بين هذه الملاحظات عن طريق الألوان. يتيح هذا التطبيق أيضا تعيين وضبط تنبيه لتذكيركم بملاحظات معينة. برنامج سيمبل مايند، يقوم هذا البرنامج بتحويل جهازك الذكي إلى أداة للتخطيط وتنظيم الأفكار من خلال إنشاء خرائط ذهنية متميزة. جود ريدر، يمكن هذا التطبيق الأساتذة من عرض وإدارة ملفات بصيغة البي دي اف والتعليق عليها وتخزينها وإرسالها إلى البريد الإلكتروني. أيضا يتوافق هذا التطبيق مع جوجل درايف. برنامج إدمودو، منصة اجتماعية مجانية توفر للأساتذة والطلاب بيئة آمنة للاتصال وتبادل المحتوى التعليمي وتطبيقاته الرقمية، إضافة إلى الواجبات المنزلية والدرجات والمناقشات. برنامج بوكس، يوفر هذا التطبيق أبرز خدمات التخزين السحابية التي تقدم للمستخدمين مساحة تخزينية سحابية سواء مجانية أو باشتراك مدفوع. كذلك يمكن مشاركة وتعديل ملفات مايكروسوفت أوفيس. كل ما سبق هو جزء من تلك التطبيقات الرائعة التي توفرها لنا التكنولوجيا الحديثة من أجل تعليم أفضل قادر على إحداث نهضة حضارية متكاملة من أجل الانطلاق والمستقبل.